ينضم إلينا ضيفنا من كييف. هناك تصريحات عديدة من قبل مسؤولين روس، كان آخرها ربما تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ما يجري الأحداث التي تجري في أوكرانيا، وصفها بأنها أحداث سياسية وبأنها أعمال شغب مخطط لها من قبل وليست ثورة. هذه التصريحات ربما جاءت بعد تصريحات عديدة لمسؤولين أوروبيين اتهموا فيها موسكو بوقوفها كحجر عثرة ضد توقيع أوكرانيا على اتفاقية الشراكة. هذه الاتهامات المتبادلة الآن بين الاتحاد الأوروبي وبين روسيا، إلى أي حد ستؤثر بنظرك على ما تشهده كييف من احتجاجات؟ الأحداث التي تجري حاليا في أوكرانيا تشبه إلى حد كبير مرحلة من مراحل الثورة البرتقالية، فكان هدف الثورة البرتقالية أن تأتي إلى السلطة بحكومة موالية بحد كبير إلى الغرب، غير أن هذه المرحلة الحالية تتميز بأنها أكثر عنفا وحدة من تلك. فما نراه في كييف من جانب الجناح المسلح للمعارضة على قوات الأمن، نحن نرى أن هؤلاء المتظاهرون يستخدمون الأحجار لقصف ويقذفون بها عناصر الشرطة ويحاولون إنزال أكبر خسائر بقوات الشرطة التي تحاول في هذه الحالة فقط الدفاع عن نفسها. فإن في هذه الحالة يمكن أن نلاحظ وجود القوة في هذه المظاهرات من جانب المعارضة، وأعتقد أن مغزى هذه الأفعال هو تغيير السلطة. في المعارضون نسوا اتفاقية الشراكة مع أوروبا، ويتلخص مطلبهم الرئيسي الآن في إسقاط يانوكوفيتش وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أنت تصفي لنا ما يجري حاليا في كييف من وجهة نظرك. أنا سألتك عن التصريحات المتبادلة بين موسكو والاتحاد الأوروبي أو مسؤولين غربيين، كيف ستؤثر على مجرى هذه الاحتجاجات؟ بالطبع الدول الغربية والمعارضة الأوكرانية يتهمان روسيا بممارسة ضغوط معينة، ولكن في خلال الشهور الأخيرة لم تعطي ولم تطلق السلطات الروسية أو النواب أي تصريحات، بل لم يسافر نواب أو مسؤولين روس إلى أوكرانيا. في الجانب الآخر رأينا زيارات من جانب المسؤولين الأوروبيين وتصريحات كثيرة من جانبهم. من وجهة نظر واشنطن وبروكسل، فإن توقيع أوكرانيا على اتفاقية الشراكة هو تقسيم جيوبوليتيكي وجيوسياسي لخارطة الخارطة الأوراسية. وبالنسبة لأوروبا والغرب أمر هام. هناك أمر آخر، دخول أوكرانيا للاتحاد الأوروبي هي الخطوة الأولى للانضمام للناتو، وفي خلال الشهرين الثلاثة الأخيرة الدعاية للناتو في أوكرانيا هدأت بعض الشيء، أي أنه اتخذ قرار بإخفاء هذا الجانب إلى حد ما حتى لا نثير السكان والمواطنين. ولكن نحن نعلم أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يثير أو يخفي في طياته الانضمام إلى الناتو وتوجيه ضربة لروسيا. هل يمكن القول بنظرك سيدة فيرونيكا بأن أوكرانيا باتت ساحة لحرب باردة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي من جهة وروسيا من جهة أخرى، وخصوصا ما يتعلق بحلف شمال الأطلسي؟ نعم، يمكن صياغة ما يحدث في هذا السياق. فكما قال برجينسكي السياسي والجيوسياسي الأمريكي المعروف، فإن روسيا لدى وجودها مع أوكرانيا لديها فرصة لتصبح قوة عظمى، وروسيا من دون أوكرانيا تفقد هذه الفرصة. لذلك فإن الغرب في خلال السنوات الماضية
حاول قطع وفصل أوكرانيا عن روسيا، واستخدم في ذلك العديد من شبكات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في داخل المجتمع على إعادة تحويل وعي المجتمع. نعم سيدة فيرونيكا، مضطر لمقاطعتك لإشراك ضيفي الذي انضم إلينا للتو من كييف، السيد ياروسلاف يورتشينين، وهو مساعد نائب في البرلمان الأوكراني عن كتلة الوطن المعارضة. سيد ياروسلاف، لنبدأ الحديث، يجري عن أن الأعداد الآن قلت ربما في بالنسبة للمحتجين على النقاط التي يتمركزون بها بكييف، ماذا يعني لكم ذلك وأنتم من الداعمين لهذه الاحتجاجات؟ Добрый вечер. مساء الخير. Мы однозначно поддерживаем протесты. ندعم الاحتجاجات لأن هذه الاحتجاجات هدفها التي بدأت لدعم الانضمام والاندماج إلى أوروبا، أي انضمام أوكرانيا إلى أسرة الدول المتقدمة والمتطورة، وأن تخرج أوكرانيا من الفضاء السوفيتي الشمولي والسلطوي. هذه وجهة النظر واضحة، هذه يتحدث بها جميع المتظاهرون أو جميع المتظاهرين الذين خرجوا تنديدا بعدم توقيع اتفاقية الشراكة. أنا أسألك عن الأعداد، الحديث يجري عن أنها قلت في هذا اليوم مقارنة مع ما كان بالأمس، كيف تنظرون إلى ذلك أنتم في المعارضة؟ сегодняшний да это вопрос ко мне ну смотрите у нас намечается мирное разрешение نحن نسعى لحل سلمي نحن نسعى لقد بدأنا نبحث عن حل وسط، ويدور الآن الحديث عن استقالة الحكومة التي أفلست والتي أدت إلى انهيار سياسة الانضمام إلى أوروبا. إذا ما تم حل هذين النقطتين وتلبيتهما اللتين دعت إليهما المعارضة، وأنا أتحدث هنا عن أن كل المعارضين دعوا إلى ذلك والمنظمات المجتمع المدني والسياسيين، إذا ما تم الاستجابة لهذين المطلبين فإننا كما أعتقد أن هناك سيكون حل، الحل السلمي ممكن لهذا النزاع الموجود الآن، خاصة من هم موجودين الآن في الميدان وفي الساحة خلفي. نحن لا نسعى لإراقة الدماء ولا نرغب في صراع أو في صراع مستمر، بل نرغب في حياة سلمية في بلدنا في ظل حكومة تسمع نعم. لشعبها. وهنا أتحول لضيفتي من موسكو السيدة فيرونيكا. سيد فيرونيكا، استمعت إلى ما قاله السيد ياروسلاف من كييف عن أن هذه الاحتجاجات ارتفع سقفها إلى إسقاط هذه الحكومة، وتطالب بإسقاط هذه الحكومة التي فشلت حسب تعبيره في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. هل تتوقعين أن ينضم أهل أوكرانيا الشرقية أو المواطنون الذين يساندون روسيا وضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لهذه الاحتجاجات والتعبير عن رؤيتهم؟ نعم، هذا السؤال لك. Да. Итак, Восточная Украина категорически не согласна с тем, что навязывает Западная Украина и Запад, собственно, и Брюссель, и Вашингтон. И Восточная Украина не должна оставаться молчаливым большинством, но выступить со своим мнением.
واضحة، فإن يمكن قولي بأن المعارضة الموالية للغرب التقت مع الفاشيين، مع حزب الحرية، وهو أريد التنويه هنا إلى أن هذا الحزب هو وريث الأوكران الذين أيدوا الريخ الثالث في وقت الحرب العالمية الثانية، الحرب الوطنية العظمى. فالمعارضة الموالية للغرب الآن تضع نفسها في موقف محرج بانضمامها وتحالفها مع هذا الحلف، التحالف الفاشي. سيد ياروسلاف من كييف، استمعت أيضا لما قالته ضيفتي من موسكو أن هناك أيضا مواطنون أوكرانيون معارضون لتوقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وربما للانضمام إلى هذا الاتحاد. في المقابل تتهمكم السيدة فيرونيكا وتتحدث عن انضمام المعارضة إلى أحزاب فاشية، بمعنى أن الغرب هو من يتحكم بما يجري على الأرض، هل الأمر كذلك؟ أي أن المنظمات التي تعارض الانضمام لأوروبا هي فاشية؟ لا أستطيع قول ذلك. لدينا منظمات، لا لا، هي تتحدث، عفوا، هي вчера вышла на улицы только Киева. لقد خرج بالامس الى شوارع كييف ما يزيد عن 800,000 مواطن اوكراني، وليس بينهم، وهناك من بينهم من هم منضمين الى حزب الحريه، وهم مواطنون اوكران وليسوا فاشيين. ليس هناك قوة سياسية لديها 800,000 مؤيد، أي 2% من سكان أوكرانيا في كييف فقط لوحدها. معظم الغرب الآن يؤيدون أوكرانيا، حتى المتحدثين الناطقين بالأوكرانية والناطقون بالروسية، لأن الحديث يدور حول حرية الكلمة وعدم تفريق المتظاهرين بالقوة وباستخدام قوات الأمن المدججة بالأسلحة. وأنا أود هنا أن أنصح أصدقائنا الروس ألا يدخلوا مشاهديهم في وأن يخلطوا عليهم الأمور، فمن خلفي هنا في الساحة هم مواطنون مسالمون يرغبون. لكن السيدة فيرونيكا، سيد ياروسلاف، تحدثت عن إلقاء حجارة من قبل هؤلاء المحتجين السلميين كما تصفهم أنت، ألقوا حجارة، ألقوا زجاجات حارقة على أجهزة الأمن، هل هذه هي المظاهرات السلمية التي تتحدث عنها؟ بالطبع، فهذه الصورة التي نراها ونتابعها من كييف هي تعكس هجوم المتظاهرين على الشرطة، فالشرطة فقط تحاول الدفاع عن نفسها من هذا الهجوم، وهناك انطباع يتولد أن هدف تصرفات ما تسمى بالمعارضة هو استفزاز السلطة حتى يكون رد فعلها موازي أو مقابل لهؤلاء الذين يتظاهرون ضد الحكومة، حتى يتهموا بعد ذلك. نكتفي بهذا القدر. كان هذا السؤال موجه للسيد ياروسلاف يورشينين، ضيفي من كييف، وأشكره، وهو مساعد نائب في البرلمان الأوكراني عن كتلة الوطن المعارضة، والشكر موصول أيضا للسيدة فيرونيكا كورتشينوكوفا، مديرة معهد دراسات السياسة الخارجية، ضيفتي من موسكو. شكرا لضيفي الكريمين.